صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 28 لسنه 2024 بتعديل بعض احكام القرار رقم 6 لسنه 2022 باعاده تشكيل لجنه تقييم مراكز الخدمه الحكوميه جاء فيه يستبدل بالبند رقم واحد من المادة الأولى من القرار رقم ستة لسنة 2022 بإعادة تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية البند الآتي واحد الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفة عضواً